نروح لهذه المواجهه بما انها جت هدف الاول. هدف من كيسوني ده كان هدف حلو قوي جدا. انا قلت النهارده هدف ماركه محمد صلاح. احنا دايما نقول هدف ماركه ميسي كريستيانو هدف مارادونا. دلوقتي ينفع محمد صلاح يبقى براند يعني. طبعا ما هي هدف محمد صلاح يعني. هدف ماركه محمد صلاح يعني بالظبط. هي ميكيسوني خلي بالك جايب جولين مع الاهلي. الجولين حلوين جدا قوي يعني. الجول اللي فات برده اعتقد في ماتش المقاصه التحرك باللوب، والجول النهارده جول امبارح ده جول حلو جدا. غريب بقى ميكيسوني في حاجه قبل ما نخش في تفاصيل فنيه في المباراه، انه يسجل اهداف حلوه، انه يديك لقطات حلوه، بس لو انت جيت قيمته على المباراه بشكل عام في اي مباراه بيلعبها ما تقدرش تديله تقييم كبير. صح ليه؟ بص انا 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 لسه مش قادر اكون قناعه كامله عن لويس ميكيسوني. اولا هو ما بيشتركش كتير. ثانيا هو بياخد ماتشات دايما مش في وسط القوام الاساسي للنادي الاهلي. ايوه يعني النهارده الاهلي عامل روتيشن في 4-5 لعيبه عواميد في الفريق. صح. السوليه النهارده، معالي معلول، محمد شريف، قفشه. فانت النهارده عندك مع كل الاحترام اللي موجودين، كل اللي موجودين في الاهلي بيسد، ولكن انت النهارده دايما حط اللعيب في المنظومه. صح. الطبيعيه. وبعدين احكم على ميكيسوني. صح. ولكن واضح ان هو موسيماني مصنف ميكيسوني ان هو كلاعب بديل مظبوط. لعيب ومش في كل الماتشات كمان، ده في ماتشات تبقى الاهلي محتاج ينزل فيها لعيب ما بيلجاش لميكيسوني خالص، ولكن هو انت مش قادر تكون عنه قناعه لغايه دلوقتي. هو مميز في ايه؟ هو بيتحرك ازاي؟ ولكن هو لازم يلعب في 4-2-3-1. هو برده زي قفشه يعني مش بيمشي قوي في 4-3-3، ولكن لما بيلعب 4-2-3-1 بتلاقيه بيتحرك على الاطراف، بيتحرك يمين شمال، ودايما مع الجناح الثاني بيعملوا سويتشات طول الوقت. ميكيسوني لعب كوره زي دي بس اتعمل لها بلوك ضعيفه في الشوط الاول من ناحيه اليمين بيمينه، ورجع حطها بشماله. صحيح. الراجل بيقدر يلعب يمين شمال، بيقدر يتحرك كويس جدا، ولكن لسه انا كاسلام فعلا مش قادر عن اكمل. أيوة. القناعه الكامله محير. ان الراجل ده يعني هو صفقه ناجحه للاهلي بكل المقاييس ولا لا، ولكن هو النهارده كل مره بيقدم بصمه ولو خفيفه حتى في شكل جمالي في الجول. صح. بس هو محتاج ياخد فرصه اكتر، محتاج مزبوط. يبان اكتر كمان في ماتشات في وسط تشكيل الاهلي الاساسي. طيب.